جد جد فخورين بهاد لقب 20. فاول حاجه كنشكروا هاد الجماهير اللي عاوناتنا من دائما كتعاوننا، فان شاء الله كنتمنى اننا نزيدوا نحققوا الالقاب مع فريق الوداد البيضاوي ونفرحوا هاد الجماهير وهاد الفوز الكندي لعائله اشرف. شكرا. اولا كنبغي نشكر اللاعبين والجماهير والطاقم التقني والطبي وجميع مكونات الوداد. الحمد لله حققنا اللقب 20 في الفريق. حنا فخورين بهاد الدراري وفخورين بالجمهور ديالنا، وكنبغي نقول للجماهير يبقاو يساندونا ديما وان شاء الله، ونبقاو نفرحوهم بحال هكا وان شاء الله يكون الخير في الموسم القادم ان شاء الله. فالحمد لله يعني عانينا هذا العام وتاتلينا الحمد لله واحد اللقب اللي غالي وكبير لهذا الفريق. فالحمد لله النجمه الثانيه والبطوله 20 فدخل لهذا الفريق الكبير، فالحمد لله يعني خدينا هذه البطوله مستحقه وكنطمحوا للكثير ان شاء الله مع فريق الوداد ان شاء الله. فرحه ما كتوصفش، حيت تقدينا واحد العام اللي فيه ايجابيات وسلبيات. الحمد لله جينا ثمار هاد الشامبيون 20 اللي كان هذو الجماهير الغفيره اللي جات ساندنا من اول العام. كنا كنتمناو اليوم ان يكون معنا البريزيدون باش هو يكون فرحان، كنتمناو انه يكون فرحان، بغينا يكون بجنبنا. كنشكر الجماهير اللي جات ساندنا، بالنسبه ليا فرحه ما كتوصفش. كذلك الستاف اللي كانت عنده واحد الثقه كبيره فينا، ولا اللاعبين اللي كانوا عازمين من اول دوره. الحمد لله تاتت لنا البطوله 20، ان شاء الله نقول جوج جمعات ومازال خير ان شاء الله لقدام. هذا الشيء طولنا فيه كما تنقولوا، لان ممكن كان يكون الحسم في عده مقابلات للبطوله، ولكن الحمد لله جات هذه المقابله في وخف ديال الظروف اللي عشناها في عصبه الابطال. تبقى الحمد لله وسط الجمهور وهاد الاجواء هذه اللي عشناها في مركب محمد الخامس، لان ما يمكنش ان الجمهور كما تنقولوا دور التيران وما يخرجش فرحان. الحمد لله كان هذا هو الهاجس ديالنا، واخا كان شويه الضغط علينا، ولكن الحمد لله عرفنا كيفاش نخرجوا منه وحققنا المبتغى هو ان فزنا بالبطوله 20 ان شاء الله. وي صافي فريمون بليزير دو d'être champion du Maroc. Voilà, nous on est les compétiteurs et ouais, c'est mon premier titre avec le Wydad. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce titre avec un si grand club qui est le Wydad. Voilà, après nous on est content, on profite de notre joie et on dit merci. Je profite de votre antenne pour dire merci à tous les supporters, toutes les familles qui ont prié pour nous, tous les amis. Et voilà, il fallait qu'on mette la joie dans le cœur des supporters. C'est ce qu'on a essayé de faire durant toute la saison, malgré tout ce qui s'est passé. Les bons et les mauvais moments, ils ont été là pour nous. Voilà, on ne fait que les remercier. Je remercie tout le groupe, tout le staff technique. Voilà.